المقبول اليوم بالنسبة لمجلس محافظة حلب الحرة أن تكون مستولية بطريقة ما على مجالس محلية؟ لماذا لا يكون هنالك شفافية بالتعاطي؟ للأسف هي هي الحقيقة، أنه الأستاذ عبد الرحمن مصطفى تجاوز كل الأنظمة واللوائح اللي أشار إلى الأستاذ عبد الغني، كما أنه الأستاذ عبد الغني نفسه ألقى عرض الحائط بكل اللوائح اللي عم بذكرها وبيحددها، لأنه ما في تمديد في هالفترة هاي للمجلس ولا للمكتب التنفيذي، لأنه التمديد منتهي وما بحق للأستاذ رئيس الحكومة المؤقتة أنه يمدد كل هالفترة.